كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن النتائج العامة للتقييم والرقابة المدرسية في 209 مدارس خاصة بدبي، وذلك تزامنا مع نهاية الدورة الحالية من الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2023-2024. فقد حققت 23 مدرسة خاصة جودة أداء متميز، فيما تم تصنيف 48 مدرسة ضمن جيد جدا و 85 مدرسة جيدة و 51 مدرسة في فئة مقبول، في حين صنفت مدرستان اثنتان ضمن فئة ضعيفة، فيما لم تصنف أي مدرسة خاصة في دبي ضمن ضعيف جدا. وكشفت النتائج أن 81% من طلبة المدارس الخاصة في دبي تلقوا تعليما ضمن فئة جيد أو أفضل خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، مقارنة بنسبة 77% العام الدراسي الماضي، حيث يستفيد حاليا ما يقارب 49,500 طالب وطالبة من تحسن أداء مدارسهم التي أحرزت تقدما رائدا في جودة أدائها العام الدراسي الحالي.